سي محمد أبي جبلي راه مش عارف مش مش عنفوه مش ضربوه فقط. احكي لنا سي محمد أمين على الأقل، عاون سي محمد محمد سامتي، عاوننا سي محمد أمين كيفاش جابوه للتحقيق وكيفاش عيطوا ما عرفوش. يا سيدي أنا الصور اللي عندي صور فظيعة على الأخر. خليك ديما بالشاشة يا محمد سامتي. أمين محمد أمين الضرب everywhere في بدنه الكل، ناس تطفي عليه في السواقر، حاطينه يطفيوا عليه في السواقر 24 ساعة على 24 ساعة، عاملينه وضعية الدجاجة كما يقولوا روتين، عريان قلم عريان قلم، اوكي يذلوه يقولوا امشي احبي كيما الكلب، يجيبوه معاه واحد اخر ويقولوا لهم باش تعملوا تستفعلوا في بعضكم. شنو تتصور؟ فما واحد منهم من البوليسية يعري ذكر ذاك هو يا سامتي. نعم نحاول يعني تعنيف جنسي يعني دون ما تفاصيل، اكثر ما تتصور راهو انا نعرفك يعني عندك حدود تحب تقص علي فاهمك، لكن راهو اكثر ما تتصور وهذا مثبت الملف. يعني يا سامتي مثبت الملف هذا هذا في شهادات. ملف شنو؟ الملف اصلا كاريمو غالط على الملف تاع العوينه، الملف اللي قدمته الكرجاني لا عنده حتى علاقة بالملف اللي قدمته العوينة، كسوا من الآليات اللي بحثوا بها، كسوا من التقنيات، كسوا من الأدلة، كسوا من الإقناع، ما فما حتى شيء. رغم ذلك شو عندك أنت في القرجاني اللي يخرج البوق متاعهم ويتكلم ويكذب على ناس زواولة وعلى ضحايا؟ عندك عملية سرقة متاع ملف كامل، الملف عدد 809، سرقوه أعوان بما فيهم هم غادي في القرجاني اللي هو اللي تعداوه سامحني تعداوا على البحر رفيق الشلي وتوفيق بوعون وسامي واز ومهدي نصرة والسيد جلاسي وبعدين محمد الخريجي تم اكتشافه اللي هو سرق الملف وتوقفوا توا في الحبس، وهم يحبوا يخرجوا الناس هذوما ويخليوا بشير العكرمي في الحبس. علاش؟ لأنه بشير العكرمي هو اللي كشف هالبوغاز هذا، وهو اللي كان سبب في 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 الكشف على العصابة هذه اللي تشد منهم شكون توا في الحبس، واللي البقية قاعدوا البر. علاش قاعدوا البر؟ لأنه بشير العكرمي ما قعدش بعد 2017، بشير العكرمي ما خلاولوش، تلمت عليه الماكينات ونحاو بشير العكرمي باش من بعد يخرج لك الدردوري ياخذ لك شهادة في الحفظ. يعني عنده الحق هو يستشهد بشهادة في الحفظ، أما محمد أمين ما عندوش الحق يستشهد بشهادة في الحفظ. طيب يعني هو العكرمي يا سامتي سامحني سي محمد، هو العكرمي بعد ما كان تقاضي تحقيق ولا وكيل الجمهورية باش نوضح أكثر؟ خلينا في التعذيب يا محمد محمد سامتي، الحالة التي جاء بها محمد أمين، علاش ناخذ في كلمة محمد سامتي؟ لأنه أمين فهم وضعيته النفسية، ولكن محمد سامتي قال الملف كامل وهو اللي كان له سبق في الحديث معه. كيف جابوه للتحقيق؟ شنو وضعيته؟ كيفاش أنه عائلته عجزت عن التعرف عليه؟ السيد أصبح يلوج على ربع ساعة ونص ساعة بشي يخرج البر يرتح على روحه من الضرب، تفهم شو معناها؟ ولا يقول لهم هيا نمشي نوريكم، يقولوا له اسمع مش تمشي تاو تورينا السلاح، السلاح مش تمشي توري هنا في الشعب، يقول لهم هيا نمشي نهزكم للشعب باش يربح هو كربع ساعة والنص ساعة. الفيديو اللي تعدى نجم يفسر لك هو الفيديو بالضبط اللي يستشهد به تاو نجوه لك يا سامتي. سنأتي على الفيديو وعلى اتهام قناة تونسنا ليه بكونه الاعترافات لم تنتزع تحت التعذيب وإنما لأريحية. ستتم متابعتها راو سي حسين، قناة تونسنا والناس هذوما ستتم متابعتهم. علاش؟ لأنهم قاموا بجرم خطير. الجرم هذا أنه لما تكون المحكمة أو نقولوا نحن عنا زوج سيادات اللي هي العوينة واللي هي الفرقة الإنجليزية واللي هي المحكمة الوطنية بتاعنا قدمت أبحاث وقدمت قرار ختم بحث وقدمت حكم نهائي، والحكم النهائي هذا تفقدته المحكمة البريطانية وصادقت عليه، بعدين يخرج لك عون شبه عون بوق الله أعلم هو شكون منخرط باش يخرج لك جماعة هذوما، وينفي تماما ما صرحت به السيادة الوطنية التونسية فيما يخص الحكم اللي أثبت من هو بريء ومن هو مجرم، ويجيب هو قرار مخالف تماما. رأي هذه جريمة، راهي جريمة تخلي الدول الخارجية سمعني مهم جدا، تخلي دول العالم تشك في مصداقية بلاد. بلاد قالت راهو هما ثم اللي تشدوا، العوينة قالت هم شكون تشدوا، حكم قضائي، حكم قضائي بات مش كالعوينة. نعم يعني هم حصلوا على حكم قضائي بات
ومن بعد ذلك ياتي حكم قضائي تشكيك اعلاميا. محمد